نتعجب إلى شجاعتك وهماستك في إعلاء كلمة الله. إذا كان الحق فقلت بالحق، وإذا كان الباطل فقلت بالباطل. فمن أنت يا حبيب؟ فمن أنت يا حبيب؟ فمن أنت يا حبيب؟ فمن أنت يا حبيب؟ أأنت شهيدنا عمر رضي الله عنه الذي عاش في هذا الزمن؟ أو من أنت يا حبيب؟ لما كان العدو من أعدائك يستحيل ويستعذبك، وكنت مزيدا تصدق مهمة الأمة إليك. لما كان العدو من عدائك يخوفك بشدة طغائك، فكنت مزيدا تصدق شجاعة وهمتك.